السلام عليكم. نحن في تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة وبالتعاون مع منصة محاربة الكورونا في السودان هنقدم لكم عدد من الرسائل الصوتية القصيرة اللي هنشرح فيها أكثر مرض الكورونا وحنتكلم عن طرق الوقاية من الفيروس. الرسالة رقم 1: ما هو مرض الكورونا؟ هو مرض معدي بسبب فيروس بينتقل من شخص مصاب لشخص سليم وبيتسبب له في مرض في الجهاز التنفسي. تم اكتشاف الفيروس السنة الفاتت سنة 2019 واسم المرض العلمي COVID-19، وقبل التاريخ ده بيعتقد العلماء إنه كان متواجد الفيروس في الخفافيش أو التعابين وما كان بيصيب الإنسان. الأعراض حقة الكورونا ممكن تختلف شوية من مريض لمريض حسب العمر والصحة العامة، لكن عادة الأعراض بيكون فيها أعراض النزلة العادية، حمى خفيفة أو حمى مرتفعة، قحة، صعوبة في التنفس أو نفس ثقيل، أحياناً بيكون في إسهال أو استفراغ، وجع جسم وفتور عام. الكورونا ما بيعتبر مرض شديد الخطورة في معظم الحالات، لكن كبار السن والناس اللي عندهم مشاكل صحية كبيرة خاصة أمراض الرئة والقلب بيكونوا معرضين بدرجة أكبر لأعراض صعبة وممكن يحتاج يدخلوا العناية المركزة. معدل الوفاة بمرض كورونا هو تقريباً 3%، ومعظم الحالات بيحصل لها تعافي.